هذا البير عمره اكثر من 3000 سنه. فاليوم ان شاء الله راح ننزل جوا مع مساعده الابطال اهل المسحد عمار ورمض السعيد والولد احمد العداد، عاونونا وايضا شجعوني اني اوثق هذا البئر. وللعلم بعد الاستفسار اي شخص ما داخل بهذا البئر، فاليوم راح ندخل ونوثق لكم داخل هذا البئر. ابقوا ويانا وتابعونا حتى نوثق لكم اياه لحظه بلحظه. راح نمد السلم نزل نزل احنا خلوا يدق جوا عادي تدق سيم شد نزل بعد بعد نزل خلوا على علي ذنه تعالوا واقفين تعالوا شلوا معانا بعدك هذه بعد لك شويه بعد بعد العدل عدل 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 بعد لك شويه شبر انطوني ترى انتوا حلم بس موبايلك لا يقع ابو ثلاث هذه هذه هذا بس امان هو السرع يصير حله على السلم. يلا اخطر مغامره تشاهدها بحياتك النزول في اخطر بئر في العالم. لحظات تحبس الانفاس. حملك على السلم. ابو تارة اروح لي اروح لي بس تقعد بعد هذا السكوت اذا قلت لك على علي تحبس الأنفاس. الو يا ولا جانب يضربونك تشوي عبد الامان عبد الامان ولد الامان كربوه ولد ما ناسينه هم منطينك رخاوة تاب كيفك التحرك اقف اخذ لقطات اقف اذا تقدر ما اقدر ما اقدر استراحة بدون شوية استراحة ما يقدر يقف حسن وثقنا ابو تارة وثقنا عاشت ايدك احنا اول من يوثق هذا البئر هذه استراحة تقريبا بقالنا شي قليل بقالنا تقريبا نصف المسافة هذا البئر عرضه تقريبا يعني 5 أمتار وهذا السلم اللي صعدنا العفو نزلنا به هذا داخل البئر إذا تلاحظون آثار الحفر لحد الآن آثار الحفر باقية بالبئر. الأمر خطر اللحظات. يصعب مسافة. تحبس الأنفاس. النزول في أخطر بئر. بالعالم. لا بالعالم. استراحة مغامر طبعا لقى استراحة جوا بس ما يبين ما أعرف إذا يبين الفيديو يعني. دي مين التشيل ما. لا صرت. عاشت يدكم شباب. البير بصفحة هلا راح تستمع حبل الامان وترو يا شباب وترو شكو جوك وشي غريب لا
بعد ما وصل. نزل 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 نزل. مرحبا انت واحمد واحد ادعم. اسمع هذا هو داخل. لا ماكو مي ماكو مي. هذا هو داخل البئر. زين زين الاكسجين والوضع زين تمام. اسمعك اسمعك حمام بس سمع الصوت من طار ما شفته انا كنت يعني ملتهي بالنزول. طبعا هاي سيدك المطار هذا مغامره صعبه طبعا. اول واحد ينزل على هذا المطار انت هذا البير ما حد نازل عليه نهائيا. طبعا طول السلم 50 متر وباقي تقريبا 3 امتار يعني هذا ارتفاعه 47 متر. عندنا السلم نازل من فوق تقريبا مترين يعني ارتفاع هذا البئر تقريبا يعني من 45 الى 50 متر. هذا اثار الشغل القديم اذا تلاحظونه. هذه اثار يعني اللي مشتغلينه قدامه. واضح واضح اخي. شلي بس سلم كان طلع لنا شلي شلي بس سلم لنا شلي شو ارخ شوي ارخ ولد ارخ ارخ شوي اسحب ويلا اسحب اسحب يلا اسحب 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 يلا اقعد اقعد البطل حيلا عاشت ايدك حيهم حيهم بطل 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 الحمد لله على السلامة المعنويات محمار رائع هو المحمار